تعالي. مين؟ مدام سهى. صباح الفل. صباح النور. ازاي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ ازيك يا شيف؟ الحمد لله كله بخير. اخبار صحتك كله تمام؟ تمام الحمد لله. دلوقتي احنا عندنا بقى حاجه عايزين نستفسرها من حضرتك. اي اتفضل. مش احنا متفقين ان كل واحد ليه مسابقه بيبقى متعلم الطبق بتاعه؟ والله بص يا شيف، انا لو حلفت لك لحد بكره ان انا مدرباه هتصدقني، بس هو اتوتر. بس هو خالص. لا ما توترش، معايا بيساعدني بس مش بيعمل حاجه بنفسه كامله من اولها لاخرها. مش طب الشيش ده حضرتك عملتيه قبل كده بالطريقه دي؟ لا هي مش بالطريقه طبعا دي. عايز اسال سؤال، هو اللي حاطه ده بابريكا ولا شطه؟ شطه والله يا ستي، كله بابريكا. طب ما انا ما طلبتش في المكونات شطه والله. ماما عملت كده ولا لا يا حبيبي؟ لا والله يا سليم انا قلت لك تعمل كده. اه بيقول اه، بيقول ماما لقيت انا كل قلت له انا كنت طالبه شويه توابل معينه، فقلت له هم يحطوها لك، حط من كل واحد نص معلقه. طب اسمعي، مين اللي قالك تعمل كده؟ ماما. اهو الراجل بيدبسني على الهوا. بس انا مش حط فلفل. طيب ما قلتش حط شطه. طب الشطه دي من عنده. طب حضرتك عملت الطبق ده قبل كده معاه ولا لا؟ عملنا، بس هو بس اتوتر على الهوا شويه ومش فاكر قوي. وانا والله مدرباه بالليل كتير والله، بس هو مش عارف اسماء التوابل. هو انا طيب. انا كنت طالبه له توابل معينه، فقلت له هو اللي هيحطهم لك حط منهم كل واحد نص معلقه. فهو بقى حط كله خلاص. ربنا يحميك. ماشي كده. معلش احنا بس حابين نثبت بس نقطه صغيره مع حضرتك. لا المره الجايه بقى ان شاء الله لما يجي هيكون كده اكتر، فهيعمل لك اكلات خطيره. لا خطير. انا هدفي والله مش للمره الجايه، انا هدفي بس لكل حبايبنا اللي بيسمعونا دلوقتي واي حد بيقدم على المسابقه. لازم لازم شيف. لازم نعمل طبق ده قبل ما نيجي هنا شيف. عشان لما اسال المتسابق عملت طبق قبل كده يقول لي اه عملته. طب دقته قبل كده؟ اه عملته. يبقى متدرب عليه عشان نيجي ناكل هنا مع بعض. انا بشكرك شكرا جزيلا. صح ولا لا يا استاذ سليم؟ صح. قول عايز ايه؟ انا عايز ماما قالت لي اه خلاص بقى، يعني احنا نسيبنا من موضوع ماما. قالت لي هات قول للشيف هات صينيه زيت. اه هات صينيه زيت علشان الشيش طاووق ما يقلقش. انا جاهز. انا مستني تخلص الشيش طاووق. الصينيه موجوده اهي الصينيه هي يا باشا، وادي الزيت اهو يا باشا. اهو جاهزين يا باشا. صح كده؟ عايز حاجه ثانيه؟ شكرا. بس انا بقى مش هعمل حاجه في الطبق غير لما تخلص وتوريني. اقرب لك. ايوه كده. استنى بص الاقي حاجه حلوه كده. ايوه كل حاجه. رجع البهارات كلها مكانها كده، وخد الخضروات بطرحها. ايوه وقفل حاجتك كده، وريني بقى ايه نظافتك في الاخر. اوكي